سلام صحباتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. صراحه هذا الفيديو ديال اليوم، يعني انا مابقيتش كنحمل ندير بحال هذا الشكل ديال الفيديوهات ديال البنات، ولكن صراحه بعد فتره كتجيك شي، يعني واحد القانه بحال اللي كنبغي نفضفض معكم، كنبغي نشرح الناس اللي ما كيفهموش شي حوايج، باش حتى واحد اللي كيدي عليك نظره خايبه ما يبقاش يديها عليك، اللي يعني الناس يعرفوك اكثر، فهمتوا؟ يعني باش ما تبقاش تحسي براسك، يعني الناس كيشوفوك كيشوفوك انت ما دايرش هكداك. انا عارفه عمري غادي نعجب كل شيء، هادشي انا عارفه وعارفه. عاوتاني واحد الحاجه هو انني انا ملي درت القناه ديال يوتيوب خصني نتقبل الانتقادات، هادشي كلشي عارفه. يعني ندخل لكم ديريكت في الموضوع ديال اليوم البنات، هو الموضوع ديال وين نهضر لكم على موضوع ديال الانتقادات، ولكن ماشي الانتقادات البناءه. انا ما عمري يعني نجي نقول لكم لا علاش كتقول لي الاضاءه خايبه، ولا لا علاش الصوت خايب، ولا يعني بزاف ديال الحاجات. بغيت نقول بزاف ديال البنات نبداو، يعني نبدا نهضر لكم في مواضيع لحقاش صراحه نعتبروا هذا بحال لايف، بحال انا لحد الان علاش ما كنديرش لكم اللايف في اليوتيوب؟ لحقاش ما نقدرش، عندي بنيته صغيره، عندي بزاف ديال الحوايج. يعني اللي بغى يدير لايف خصو يكون ترونكيل، ما عندوش وليدات صغار، ما كاين، يعني خصو يكون بوحدو في الدار، باش ولا يكونوا مع ناس كبار اللي يعرفوا راه كيدير واحد الحاجه وما يجيوش يصدعوه. اما انا بنتي صغيره كل مره كتكون حدايا، كتشوفوا بعض الفيديوهات كنكون ندير فيديو حتى كتجي حدايا، يعني ما نقدرش ندير لايف حاليا ان شاء الله، حتى ملي تكون دنيا تمشي تقرا ولا ما تكونش معايا. واصلا بنتي بقاش كندوز معاها الوقت بزاف، ولهذا كنفضل ندوز الوقت بزاف على بنتي على انني ندير لايف. مره اخرى ان شاء الله ملي بنتي تولي تقرا وهذا نبقى ندير لكم لايف بزاف. هنا دابا كنحاول نطلع لكم فيديوهات، واخا انا كنقرا واخا ما عنديش الوقت، والله ربي اللي عالم كنخرج الوقت ديال الفيديوهات بواحد الطريقه ربي اللي عالم. يعني شي مرات تيكونش عندي الوقت ندير والو وكندير لكم فيديو، نتوما هما الاولين باش ما نخليكمش. لحقاش ديما كتقولي فين غبرتي فين غبرتي، وكنحاول ديما نكون يعني على قد كلمتي وندير لكم الجديد. المهم البنات، بغيت نبدا بالبنات اللي كيقولوا لي ديما في التعليقات، مثلا عاد بلا مشتراجم حقاش صراحه كما كيقولوا كثرت الهم كتلف. انا عاد بلا ما قلت انا، يعني انا متفقه معكم، تقدروا تكتبوا في التعليقات اللي بغيتوا، ولكن غير ما تقللوا الاحترام. اوف كاين واحد الفئه، يعني انا ما عنديش بزاف الحمد لله، ولكن ديك الفئه اللي كتبقى تخسر الهضره كتعصبني. علاش كيدخلوا الفيديوهات وكيخسروا الهضره؟ اشنو بان لكم في الفيديو اللي غادي تخسروا عليه الهضره؟ يقولوا يعني بغيت نعرف شنو بان لكم في الفيديو، هل اللي كتخسر الهضره، هل اللي كتنعلك الوالدين، هل اللي كتنعل ليك عائلتك؟ علاش؟ ما نعرف، بغات وصافي ما كتعرفكش. اقسم بالله كانت واحد الاخت هنايا ولا واحد البنت ولا ما عرفتش شنو الصنف ديالها، كتكتب لي ديما التعاليق فيهم الهضره خاسره هي بوحدها. مشيت بلوكيتها، تهنيت منها، ما كنبغيش نبلوكي من غير لا صافي شت بان قلت الحياه ولا قلت الاحترام كاينه. مشيت كنشوف هكا لي باج في اليوتيوب ديال الصحافه المغربيه وداكشي، وكنلقاها كتخسر الهضره فين ما كندوز شي تعليقات في شي صفحه كنلقى تخسر الهضره، وهذيك نيت لي بلوكيتها. يعني علاش مرض؟ يعني كتجيني صراحه اوف ما عرفتش، انا ما عمري نقدر نخسر الهضره. ندخل فيديوهات ما كيعجبونيش، حتى ما كيعجبونيش الكاليتي ديالهم، ما كتعجبنيش المحتوى، كنخرج كما دخلت كنخرج بحال ما يحس بيا حتى شي واحد. عجبني داكشي كندير لايك، شفت واحد البنت يعني عندها القناه وباغات تكبر القناه ديالها كندير لها لايك، واخا داكش ندير يعني باقي ما عندهاش كاليتي، ولكن حتى واحد فينا ما بدا يعني ما بداش من الفوق. انا حتى لاحظت عاوتاني بزاف ديال البنات كيقولوا لي عاوتاني الكاليتي ديالك خايب، التصوير خايبه. يعني ما كيقولوش شي بزاف البنات، شي قلال، شي ربعه البنات، شي ربعه التعليقات مثلا كنلقاهم شي مرات. بغيت نقول لكم البنات انني انا ماشي بغيت نبان عليكم ولا شي حاجه، ولكن نهار درت اليوتيوب بديت بالتليفون، تليفون عادي سامسونج برايم، ولكن من بعد مشيت راسي عاجبني هذا الشيء، ماشي بديت كندخل فلوس. انا كنوعدكم ما كنتش كندخل فلوس فاش شريت داك الشيء، ولكن شفت راسي عاجبني تنتونس معكم، وليت كندير شي حاجه في حياتي. ان شاء الله غادي نعاود لكم حكايتي مع اليوتيوب، يعني وغادي تعرفوا علاش انا يعني درت بزاف هذا الشيء. يعني قررت انا نشري كاميرا، وشريت كاميرا غاليه بزاف بالنسبه لي انا، غاليه بزاف. شريت تليفون غالي بزاف، علاش؟ باش ندير لكم محتوى زوين، باش ندير لكم كاليتي مزيانه. ودابا حاليا كنحاول ان شاء الله من القدام نشري بي سي باش نبقى ندير لكم مونتاج يكون واعر، يعني بغيت ندير لكم داكشي يكون زوين، يكون الفيديو مفيد، ولا ما كانش مفيد يكون زوين. يعني بحال مثلا ما قلت لكم ها ما كانش مفيد، بحال الفلوغ مثلا شي مرات كتكون فيهم افاده وشي مرات لا. مثلا كتكون فيهم افاده ملي كندير شي اكله ولا شي حاجه كتستافدوا معايا، ولا كاين بنات عارفينها، ولكن كاين بنات اللي ما كيعرفوش يديروا حتى شي حاجه بحالي انا. كاين شي مرات ما كنتش كنعرف حتى الرز كيطيب، ولكن تعلمت. يعني بحال هكا كنبغي نفيدوا بعضياتنا، راه ماشي كنديروا القنوات باش نبانوا على بعضياتنا، نو، راه كنفيدوا بعضياتنا، يا بالوناسه يا بالطياب يا بالحاجه ديال الجمال يا بالترتيب، كل واحد اش كيفيد. ولا تجي وحده وتقول لي مثلا خصك تورينا دارك وتورينا كيفاش كترتبيها، ماشي بحال فلانه.
انا ما كان انا كندير داكشي اللي كيعجبني، كندير داكشي اللي كيريحني، اللي كيريح عائلتي. ما غاديش نمشي ندير شي حاجه باش نولي بحال فلانه ولا بحال نو، كندير داكشي اللي كيعجبني انا. يعني صراحه بحال الطعاليق، سمحوا لي البنات خرجت لي بحال هالطعاليق البنات، يعني خرجي يا قلبي والله. يعني بحال هالطعاليق تيستفزوك، تقولي علاش كتجي تقول لي خصك تكوني بحال فلانه؟ لا انا ما خصنيش نكون بحال فلانه، بوركي انا ما بغيتش نكون بحال فلانه، انا بغيت نكون كيف ما انا. انا غادي عندي قناتي ديالي، ندير فيها اللي بغيت، يعني نحاول ندير فيها داكشي زوين يعجبكم هذا، ولكن بالستايل ديالي، ماشي نمشي نقول لشي وحده ولا ندير بحال شي وحده باش نعجبكم حتى انا. نو، خصكم تحترموا هذا الشيء. وانا عارفه عندي البنات اللي انا عزيزه عليهم من القلب، وديما داعميني وديما كاينين لايكات، ولهذا ما كنفكرش يعني نسحب من يوتيوب، ولكن تنبغي نوجه لكم هذا الكلام لحقاش تقدروا تدخلوا بنات جداد يكونوش عارفيني. يعني لهذا خصني نشرح لكم شحال من حاجه، بحال مثلا لي فلوغ البنات. دابا غادي تشوفوا حاليا كنفكر نبدل الاسم ديال القناه ان شاء الله، ولكن اي حاجه قبل ما نديرها غادي نتشاور معكم ان شاء الله مني غادي نقرر. المهم كنفكر نبدل القناه، ولكن بغيت نقول لكم ان القناه هي غتبقى هي نفس المحتوى. بالنسبه لي فلوغ البنات، فاش كندير لكم فلوغات كتجي واحد الفئه تقول لي انا ما كنبغوش فلوغات، منين كنقطع الفلوغات كتجي واحد الفئه تقول لي متبعك على حساب الفلوغات. انا عواطف كيعجبوني الفلوغات ديالك وملي مابقيتش كديريهم يعني ما عندي ما ندير في القناه. يعني شنو غادي نوصلوا لواحد النقطه البنات، هو اننا كصحابات كخواتات كبنات دائما كتكون واحد الرباعه ولا واحد المجموعه ديال البنات، واحد كيكون فيها مثلا ثلاثه نقولوا سته البنات نو، وهاد البنت كيعجبها الكاركتير ديال هادي وهادي كيعجبها هادي. يعني ما عمرك كتلقاي دوك سته كيعجبهم الكاركتير ديال بعضياتهم نو. بحال هكا في اليوتيوب، يعني في اليوتيوب انا قناتي غنبقى ندير لكم لي فلوغ، ندير لكم وصفات ديال الجمال، اكلات اللي درتهم نشاركهم معكم كانني صاحبتكم وكنشارك معكم داكشي اللي كنعرف ليه نو. يعني كنحترموا بعضياتنا. يعني درت لي فلوغ راه باين فلوغ، باينه من المينياتور التصويره اللي كندير، باينه من العنوان. ما عجبكمش ما تدخلوش تشوفوه، ولا تدخلوا تشوفوه ما عجبكمش خرجوا منه صافي، ونخليو البنات اللي تعجبهم فلوغ يشوفوا لي فلوغ. بالنسبه للبنات اللي ما كيعجبهمش داكشي الاخر بحال هكاك، يعني ندخل فيديو ما عجبنيش نخرج، ولكن نخليو البنات اللي كيعجبهم. لحقاش انا والله كيضرني خاطري، انا لي فلوغ بعدا كنتمحن فيهم، ما تعجبنيش نبقى كل دقيقه هز التليفون في داري ونسجل لكم ونسجل لكم. يعني شي مرات كيعجبني وكاين شي مرات كنديرهم على حسابكم، كاين شي مرات تعجبني مثلا نكون خارجه شي مره ناخذ نوريكم شحال من حاجه، وهذا انا ديك الوقت كنضيعو. يعني واد ما بدل ما نبقى نستمتع بالوقت ديالي كنقول لا نشجل البنات هاد مثلا هالبلاصه هاد المحل، نشجل لهم هاد المحل، فهمتوا؟ وكنشارك معكم الفلوغ. كاين شي مرات كندير لكم فلوغ لحقاش كنشوف تعيقت عليكم تعطلت عليكم، كتقولي عواطف بغينا فلوغ وتندير لكم شي فلوغ. يعني حتى وحده فينا ما تبقاش كتهزي الكاميرا، تهزي التريبود، تهزي التليفون، عاوتاني في المونتاج خصك تمونطي، خصك تحيدي لهادي الصوت ولا هادي تقطعيها ولا هادي نوصي. يعني راكم عارفين البنات الروينه في الفيديوهات. المهم انا كنحاول يعني كندير مجهود كبير، خصوصا مؤخرا يعني بلا ما نحلف لكم ما بقاش عندي الوقت، ولكن واخا كنحاول القناه نخليها يعني حيه، ما نخليهاش تموت، وكنخلي ندير فيديوهات بزاف في السيمانه. واخا هكاك البنات من بعد هذا المجهود ومن بعد كما قلت لكم سميتو كندير نحاول ندير الكاليتي مزيانه ديال الفيديو. يقدر شي مرات يكون صوت ناقص لحقاش لي فلوغ اكثريه كنديرهم لكم بالتليفون، واخا التليفون الكاليتي ديالو مزيانه، ولكن ما عرفش واش باش كندير المونتاج هو اللي كينقص شويه الصوت، ولكن كنحاول بيت كنرد لكم البال في هذه النقطه وكنجهد لكم الصوت. بحال مثلا لاحظت راسي قلت لكم كنتمحن، كنجي ندور شحال مره في قنواتكم. انا ماشي كنحسد شي حد، ولكن غير كنقول لكم باش تعرفوا كاين شي حوايج هما كيخليوك تهبطي، يعني كيخليو نفسيتك تهبط وكاين اللي كيخليو نفسيتك تطلع. بحال مثلا كندخل كنشوف شي قنوات يعني عاديين ما فيهم حتى شي حاجه، ما فيهم لا اضاءه مزيانه، انا ماشي كنعيب نو حتى انا بديت هكاك، ولكن بغيت نشرح لكم. وكنلقى يعني واصلين مثلا 100000 ابوني 150000 ابوني، فهمتي؟ يعني ديك الساعه تقدر تقولي مالي انا على هذا المجهود، مالي على خساره الفلوس ومالي وما واصلاش لهذا، ولكن لا ما تنقولش هكا، كنقول لا كل واحد زهره، ويعني هذاك الشيء يعني رزقها وهذا رزقي، واخا انا كندير مجهود واخا انا كنبين واخا انا كنخسر فلوسي واخا، فهمتوا؟ يعني ما نعرف هادشي كنقول لكم يعني باش تفهموني شويه، ما عرفتش غادي تفهموني بهاد الهضره اللي قلت لكم، يعني باش تعرفوا انه كاين شي حوايج كيخليوك تهبطوا كيزيدوك التعاليق عاوتاني. تجي شي وحده تعلق لك تقول لك شنو هادشي، ولا تجي وحده تعايرك ولا تسبك، ولا وحده كانت قالت لي واحد الوحده شي واحد اكثريه ديال عاوتاني كيجي يقول لي هضري باللغه العربيه، وانا البنات اصلا اللغه العربيه ما كنعرفش ليها، وما غاديش نجي نبقى نهضر باللغه العربيه ما كنعرفش حتى نسقدها. وثانيا بغيت نبقى نهضر بالدارجه حاليا لحقاش انا بغيت اصلا بغيت نهضر بالدارجه ديالي المغربيه، كما حتى حنا كنعرفوا نفهموا السوريه نفهموا اللبنانيه، حتى انا بغيت يعني كل اللغه المغربيه ديالنا تفهم في العالم كامل عادي. وتجي وحده وكتبات لي والله الا باقا تنقلع التعليق
كتبت لي باللغه العربيه بالحق نقول لكم الدارجه بحال ما شنو كتبت لي في التعليق ما فهمت حتى شي حاجه وكنتمنى يكون هذا اخر فيديو لك. عرفتي تصدمت كنقول علاش كتقول لي بحال هكا يعني انا شنو درت كنهضر بلغتي ما فهمتش والله شحال هذه عاوتاني يلاه بديت الفيديوهات علاش كتزربي في الهضره انا هكا كنهضر واش خصني ندير نبقى نهضر بشويه باش نعجب الناس ما يمكنش لحقاش انا شخصيتي راه في الاول في الاخر خصك يعني تكون شخصيتي باش اللي كنعجبو نعجبو اللي ما كنعجبوش ما كنعجبوش اما اللي مشي درت واحد الشخصيه ماشي شخصيتي مع المده غتبان شخصيتي وما غاديش نبقى نعجبكم ولهذا كنتصرف بالطبيعي يعني الطبيعه ديالي ما كنتصنع ما كنزيد هضره ما كنقص هضره شي مرات كيخرجوا لي كلمات بالاسبانيول وكيقول لي كتقوليها بالعاني وقسم بالله ما كنقول الكلام ديال الاسبانيول بالعاني انا اصلا من النوع اللي ما كنحملش نخرج شي كلمه يعني نكون هضر سبليونيه ما نخرجش العربيه ملي كنهضر عربيه ما نخرجش الاسبانيول ولكن شي مرات كتخرج لك شي كلمات على حكم العمر اللي دوزت هنا على حكم ما نعرف بحال مثلا ديك البوركي مادريميا كاين شي كلمات كيخرجوا ليا من بلا ما نحس حتى كنكون كنصنت الفيديو كيبان لكم انا واخا نعاود الفيديو غنعاود نقول شي كلمه ضروري ما نقولش شي كلمه بالاسبانيول وكتجي واحد الفئه كتصنعي وانت ما عرفتيش حابلك انا انت وانت ما عرفتش شنو منين قريت عاوتاني قلت لكم راني كنقرا شحال ديال الانتقادات وانا راه ماشي بغيت نبان عليكم في القرايه راه باش تفهموا ظروفي الا غبرت عليكم الا ما سجلت لكمش فيديوهات المهم اش نقول لكم البنات صراحه العالم ديال اليوتيوب شويه خص تكون عندك النفس قويه وحق الله وقلب جامد الا ما كانش عندك القلب جامد يعني ما تقدرش تمشي بعيد وانا كما قلت لكم ما عمري ما بغيتش نخلي اليوتيوب حاليا ما كنفكرش نخليه واخا ما عرف شنو تكتب لي في التعاليق حقاش عارفه راسي اش كنسوا عارفاكم شحال كتبغيوني بغيت نبقى معكم ديما ولكن مره كنبغي نفضفض لحقاش هادشي كيضرني في قلبي صراحه وما بغيتش نحيد التعاليق لحقاش لحيدنا التعاليق ما غاديش نبقى نتواصل معكم داكشي كيفرحني انا ملي كنشوف كلماتكم الزوينين ما بغيتش نحيد التعاليق كنبلوكي اللي كيخص الهضره ولكن ما بغيتش نمسح الناس اللي يلاه جاوا جداد لحقاش كيقولوا لي مثلا شي حاجات يقدروا ما عارفينش شخصيتي ولهذا مره بقى نديكم فيديو بحال هكا يا شي تعاليق مفهم تقدر تكون سوء تفاهم باش نشرحوا لكم وصافي ولكن قلت الحياه وداكشي صراحه ما كاينش غنمسح وبلوك صافي لحقاش اللي فيه قلت الحياه ما عندنا ما نديروا به صراحه عاوتاني البنات واحد التعليق كنت لقيتو قال بانه نتوما كيما نتوما كديروا فيديوهاتكم وتحطوا في قنواتكم اللي بغيتو حتى حنا عندنا حق نكتبوا في تعاليقنا اللي بغينا يعني حنا في فيديوهات عمرنا يعني تنهضر على راسي يعني بحبرك التعليق كان هكذا كيما نتوما كديروا اللي بغيتو في فيديوهات حنا نديروا في التعليق اللي بغينا ولكن واش عمري انا قليت الحياه شي واحد واش انا عمري قليت الاحترام شي واحد حتى الهضره كنحاول ملي نكون نهضر نحاول تنحاول بعدا نوزن الهضره باش الا كان شي حاجه تقدر تبغي تخرجي شي رساله للبنات البنات اللي معاك في القناه وتقدري تقوليها بطريقه ما يفهموك شنو تكون مثلا قدرت نهضر مع البنات نهضر على البنات اللي كيقولوا التعليق خايبين ويفهموا كل شيء فهمتوا كنحاول نبين اني كنهضر على هذه الفئه ماشي على هذه الفئه وانا عارفه ان الناس كيبغيوني وعارفه الناس اللي ما كيبغيونيش فهمتوا ولكن لا ماشي بحال مثلا التعليق الخايبين كتجي وكتكتبوا حوايج خايبين ما كتعرفوش انها اولا حنا بنادم بحالنا بحالكم راه بحالي بحالكم اللي كناكلو كتاكلوه باش كنعيش باش كنا بحال ما زي خصوصا حنا يعني مغاربه مع بعضياتنا كان دائما بحال هكا فين ما مشينا كنبقاو نبغوا بعضياتنا وتنعاونوا بعضياتنا ماشي زعما كنبغوا نبانوا على بعضياتنا انا بعدا شخصيا في هاد القضيه وما كرهش نعاون يعني اي يعني نكون ديما في تهزني النفس على ولاد بلادي الناس اللي كيعرفوني راه كاينين يمكن حمس لي جبد ليا ولاد بلادي ولا يعني بلا ما ندخلوا في شي مواضيع بحال هكا نقول لكم زعما ولهذا يعني ماشي عندكم الحق هما سمحوا لي البنات كنهضر على البنات اللي كيقولوا بحال هذا الشكل ديال التعاليق ولهذا يعني ما عندكمش الحق انكم تقولوا في التعاليق تكتبوا اللي بغيتوا نو برك حنا في الفيديو ما كنديروش اللي بغينا وما كنقولوش اللي بغينا وكنظن اننا كندير شي حاجه كنحاولوا يا اما نفيدوكم يا اما كنحاولوا نفوجوا عليكم بحال مثلا لي فلوغر ما فيهمش افاده كاملين ولكن فيهم التفواج يعني بحال البنات بزاف البنات كيقولوا يلا شكرا اختي فوجنا معاك حنا في الغربه بوحدنا ما عندناش العائله وكنفوجوا معاك وكنفرحوا ملي كنشوفوا شي فلوغ ولا كنفرح ملي كنشوف شي فيديو ديالك ما تصورش انا ما كنقراش تعليق بحال هكذا كيعطيني واحد الطاقه ولا تعاليق واحد الطاقه اللي كنبغي نغد ليه ندير عاوتاني فيديو اخر ونحطو واخا ما عنديش الوقت نبغي نجبد داك الوقت ما عرفت منين يعني تشوفي الناس اللي كيبغوك الناس اللي محتاجين ليك واخا بحاجه بسيطه كتقدميها لهم راكي كتقدميها لهم وصافي البنات صراحه ما بغيتش نكثر عليكم حتى انا هضرت بزاف حسيت راسي شحفت يعني هضرت معكم عادي كما قلت لكم بحال اللي دايره معكم اللايف فشيت معكم قلبي وصافي لحقاش كما قلت لكم التعاليق ولا شويه داكشي كيعي ديما 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 وعاد لي ستريس وكتزيدي تمشي تقراي تعليق تصدمك
مهم انا عاود لكم وبغيت نقول البنات اللي جاوا جدادات يعني خصكم قبل ما تحكموش فين ما مشيتوا شي قناه دخلتوا لها جديده ما تحكموش على البنت اللي في القناه حتى تعرفوا عليها راه مع المده الانسان كيولي يبان واش كيبان واش هكاك داير كنشوف شحال بنت كتهضر يعني بواحد الطريقه هي ديالتها وكتجي كنلقى تعاليق تكتبوا ليها انك فيك تبعكيك وهي راه هكا كتهضر هكا كبرات كتهضر واش بغيتوها تبدل كاين اللي كيهضر بحالي بالزربه راه هكذا كنهضروا ماشي كنهضر بالزربه باش نهضر بالزربه نو كاين اللي كتهضر ثقيله حتى هي كتهضر هكاك لحقاش ربي خلقها هكاك ولا تعودات تهضر هكاك يعني ما غاديش نتوما تبدلوها ولهذا خصنا نحترموا بعضياتنا باش نقدروا نعيشوا هذا هو الحل الوحيد في هذه الحياه نحترموا بعضياتنا وصافي البنات اللي ما عجبتكمش القناه ديال شي وحده الا شفتوها ما تناسبكمش ما عليكم غير ديروا تخرجوا من عندها ما تبقوش تشوفوا فيديوهات ديالها وصافي وما تبقوش تضروا بعضياتنا ما تضروش بعضياتنا ما تضروش حتى يعني حتى اي انسان يكون كيما بغى يكون اصله ولا نوعه ولا يعني ما تضروش يعني راه داكشي كيبقى دائما البنات يعني لا ضريتو شي انسان واخا غير هنايا راه لا ضريتوني ولا ضريتو شي بنت في اليوتيوب ولا في الفيسبوك ولا في الانستغرام راه راكم غديو الذنوب يعني ماشي شي حاجه اللي راه الذنوب غادي يبقاو يسالوكم حتى عند الله قدام الله وصافي شي بنت نقول لكم البنات حاولوا تنشروا شي حاجه زوينه حاولوا تنشروا الحب السعاده تفرحوا الانسان اما الحوايج الخايبين ما عندنا ما نديرو بهم في هذه الدنيا بارك عنا اللي كاين بلا ما نزيدوا الفقع عاوتاني وصافي البنات سمحوا لي الا صدعت لكم راسكم ولكن بغيت نفش معكم قلبي شويه وصافي بوسه كبيره وحتى الفيديو ما يجي ان شاء الله باي باي عليكم.